من الخفاء إلى العلن، ومن اللباس العسكري إلى البدلة الرسمية، رحلة من التقلبات والتغيرات، ومسيرة من القتال والانتساب، وصولاً لحكم منطقة بيدي، من السلفية الجهادية إلى العمل الثوري، ومن تنظيم القاعدة إلى الانشقاق عنه. أبو محمد الجولاني زعيم أكبر الفصائل في سوريا اليوم، والرجل الذي تغيرت ملامحه في سنوات، جبهة النصرة، جبهة فتح الشام، ووصولاً لهيئة تحرير الشام. أسماء ومراحل عدة مر بها الجولاني حتى ارتدى البدلة وبات يريد السياسة. فما هي قصته؟ وكيف عاش كل تلك التقلبات؟ وما هي أهدافه وهيئته اليوم؟ هنا سوريا، وتحديداً عام 2011، حيث اندلعت الثورة ضد النظام السوري، وسرعان ما تحولت لصراع مسلح عنيف في مختلف أنحاء البلاد. فصائل تتشكل، وجماعات تظهر، ولاءات لتنظيمات كبرى، ومخاوف من اختراقات أكبر. ووسط كل هذا ظهرت القاعدة، وعلى الرغم من كونها لم تظهر باسمها المعتاد، لكنها أرسلت أحد رجالها لتدخل على الخط. هذا الرجل هو أبو محمد الجولاني، الذي بقي شكله لغزا لسنوات حتى ظهر للعلن. هو أحمد الشرع، من مواليد العاصمة السعودية الرياض عام 1982. أصول الشرع جعلت اسمه الشائع فيما بعد، فهو من عائلة نازحة من قرية جبين التابعة لمدينة القنيطرة في الجولان السوري المحتل. أما خلفيته العائلية فلا تعكس الخط الذي سار فيه، فوالده حسين الشرع قومي عربي، درس الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بغداد، وله 4 مؤلفات حول اقتصاديات النفط. أما والدته فكانت مدرسة لمادة الجغرافيا، وعرفت بأنها امرأة محافظة في دمشق. الجولاني الذي ولد في السعودية خلال عمل والده هناك، تلقى تعليمه المبكر فيها قبل أن يعود لدمشق مع عائلته عام 1989، وسكنوا حينها في حي المزة فيلا شرقية، ليكمل دراسته في دمشق حتى دخل كلية الإعلام. ومن هناك تغير مجرى حياته بالكامل، فتحول من كونه طالبا رزينا مرتبا إلى المهمل في دراسته وتعليمه. في عام 2000 اندلعت الانتفاضة الفلسطينية، وكان لها الأثر الكبير عليه، وأطلق لحيته وبات يرتدي الجلابية، وواظب على الصلاة في جامع الشافعي بالحي الذي يسكن فيه. مع ذلك لم يكن التحول الأكبر في مسيرة الجولاني من دمشق، بل بدأ من حلب. في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق اشتهر في حلب الخطيب أبو القعقاع السوري، والذي أطلق نداءات للجهاد ضد أمريكا في العراق، وللتوجه لطرد المحتل الأمريكي على حد وصفه. شاعت خطب أبو القعقاع في عموم سوريا وفي حلب تحديدا، وكان الآلاف من الشباب يواظبون على حضور خطبه في جامع العلاء بن الحضرمي. ومن بين هؤلاء الشباب كان أحمد الشرع، الذي سيكنى فيما بعد بأبو محمد الجولاني. تردد الجولاني من دمشق إلى حلب لحضور خطب أبو القعقاع، ومن ثم قرر التوجه إلى العراق، لكن تزامن ذلك مع سقوط العاصمة العراقية بغداد، فاتجه إلى الرمادي وقضى فيها وقتا قصيرا، ثم عاد إلى سوريا ليلقى القبض عليه بتهمة تشكيل تنظيم سلفي جهادي. لكنه خرج بعد فترة قصيرة بعدما أقنع المحققين بأنه بريء من تلك التهم، وفور خروجه اتجه مجددا للعراق لينتسب لجماعة سرايا المجاهدين بقيادة أبو طلحة العراقي، والتي بايعت تنظيم القاعدة بقيادة أبو مصعب الزرقاوي هناك. وسرعان ما ترقى الجولاني داخل التنظيم ليصبح من دائرة الزرقاوي المقربة، ويقال إنه أرسل إلى لبنان خلال تلك الفترة للإشراف على تدريب جماعة جند الشام المرتبطة بالقاعدة. مع ذلك
كان السجن الثاني الذي تعرض له الجولاني هو ما سيصنع الفارق في مسيرته مع الجماعات الجهادية. ففي عام 2006 اعتقل الجولاني خلال محاولته زرع عبوة ناسفة للقوات الأمريكية، ووضع في السجن على أنه عراقي الجنسية، حيث كان يحمل هوية مزورة واجتاز اختبار اللهجة حينها، وعرف بالسجن باسم أبو أشرف. تنقل خلال 5 أعوام من بين سجن أبو غريب وبوكا وكروبر والتاجي، وتعرف على عشرات الأشخاص الذين سيصبحون فيما بعد قادة لتنظيم دولة العراق. في فترة سجنه عقد تنظيم القاعدة اجتماعا مع بقية الحركات الجهادية، وانضم إليهم بعض رؤساء العشائر في العراق ليعلنوا قيام تنظيم دولة العراق وحل جميع التنظيمات السابقة، وذلك في 15 من تشرين الأول لعام 2006. لاحقا خرج الجولاني من السجن ليجد نفسه عضوا في التنظيم الجديد الذي كان يقوده حينها أبو بكر البغدادي. وما هي أشهر حتى اندلعت الثورة السورية لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة الجولاني، انتقل فيها من كونه عضوا في تنظيم إلى قائد جماعة جديدة. العودة للواجهة. بعد أشهر قليلة من خروج من كان يكنى بأبو أشرف من السجن، اندلعت الثورة السورية وانتقلت لتصبح صراعا مسلحا بين مجموعات المعارضة وقوات النظام السوري. ليجدها الجولاني الفرصة للعودة لبلده، اتجه فيما بعد لأبو مسلم التركماني، وهو واحد من القادة الذين تعرف عليهم بالسجن، وكان يعلم بأن الجولاني هو سوري الجنسية. كان التركماني آنذاك وليا على نينوى في التنظيم، ليتفق معه على تقديم مقترح لأمير التنظيم أبو بكر البغدادي للعمل في سوريا. المقترح لقى قبول البغدادي الذي قرر أن يترأس الجولاني تلك المهمة ويرافقه فيها 6 أشخاص من التنظيم لتبدأ عملية التأسيس. في آب من عام 2011 دخل الجولاني إلى سوريا مع عناصره، وبداية العمل كانت تشكيل خلايا تتبع للتنظيم، تنفذ عمليات ضد النظام وتبني علاقات مع فصائل المعارضة. وفي كانون الثاني من عام 2012 وبصوت مشوش خرج الإعلان الأول للجولاني والنصرة، فقد انتشر تسجيل صوتي له عرف عن نفسه فيه بأنه الفاتح أبو محمد الجولاني، وأعلن فيه عن تأسيس جبهة النصرة لأهل الشام. ومنذ ذلك الحين عرفت النصرة بأنها ذراع تنظيم داعش المتمركز في العراق، والذي بطبيعة الحال كان يتبع لتنظيم القاعدة وقد بايع أميرها من قبل. سريعا تمكنت النصرة من إثبات وجودها على أرض الواقع، وبذات السرعة اعتبرها البنتاغون جماعة إرهابية، وفي عام 2013 أضافها مجلس الأمن لقائمة العقوبة للكيانات والأفراد التابعة للقاعدة، فأصبحت ذراع القاعدة علنا. من الجهاد إلى السياسة. جبهة النصرة، أو كما يصح القول ذراع القاعدة في سوريا، والتي أسسها أبو محمد الجولاني مطلع عام 2012، مرت بالعديد من التقلبات والبداية من بدء التأسيس. فبعد أن دخل الجولاني مع 6 من العناصر إلى سوريا، أسس مجموعة من الخلايا التي نفذت عمليات وصفت بالنوعية ضد النظام السوري. تلك الخلايا ورغم تعاظم عددها وعتادها، لكنها بقيت تركز على النوعية أكثر من الكمية، فكانت تدخل المعارك لتفجير مواقع معينة أو حتى تنفيذ عمليات انغماسية يصعب على بقية الفصائل تنفيذها. ومن البداية اهتم الجولاني بالتدريب والإعداد، وبذلك اكتسبت النصرة سمعة جيدة في المعارك، وباتت تشارك في أغلب المعارك بمختلف المناطق السورية، ما انعكس على علاقتها مع بقية الفصائل. وفي الوقت ذاته وسع من شعبيتها وقبولها لعناصر كثر،
لتبدأ في بداية عام 2013 أولى تشكيلات النصرة الكبرى التي باتت تسمى كتائب وحتى ألوية. مع ذلك حافظت النصرة على تبعيتها لتنظيم دولة العراق والذي كان يتزعمه حينها أبو بكر البغدادي، حتى أعلن الأخير في 9 أبريل عام 2013 إلغاء اسمي دولة العراق وجبهة النصرة ودمجها في تنظيم واحد والذي عرف بداعش. في اليوم التالي رفض الجولاني قرار البغدادي وأعلن التمرد لتنطلق حرب طاحنة بين التنظيمين في الأراضي السورية. واستفادت النصرة من محاربة السوريين لتنظيم داعش وحسبت نفسها على الثورة السورية، على الرغم من تأكيد الجولاني بتسجيل صوتي بيعته لتنظيم القاعدة بقيادة أيمن الظواهري. خسرت النصرة ومعها فصائل سورية معارضة الكثير من المناطق السورية، خصوصا تلك المنتجة للنفط في شرق سوريا. ومع ذلك خرج الجولاني وجماعته رابحين بكونهم حاربوا داعش التي رفضها السوريون، واتسعت رقعة سيطرة الجبهة ونفوذها داخل سوريا، لكنها بقيت ملاحقة دوليا على أنها جماعة إرهابية تتبع لتنظيم القاعدة الأم. ومن هنا بدأت مرحلة التغيير داخل جبهة النصرة ومسيرة أبو محمد الجولاني للانتقال من السلفية الجهادية إلى السياسة والتفاهمات. فقد ظهر الجولاني بلقاءات وقتها دون أن يظهر وجهه، لكنه خرج حينها بصوته الحقيقي وعبر عن وقوف الجبهة مع ثورة السوريين وأهدافها، وبدا واضحا أن النصرة بدأت تغير جلدها تدريجيا، ليظهر ذلك للعلن في يوليو من عام 2016 عندما ظهر الجولاني بتصريح مصور ظهر فيه كاشفا وجهه للمرة الأولى، ليعلن فك ارتباط النصرة بتنظيم القاعدة وتغيير اسم التنظيم إلى جبهة فتح الشام. تغير في اللهجة وظهور علني، ووصف حينها بأنه بداية لتبرؤ الجولاني والنصرة من أي تبعية ومحاولة منه للدخول على الساحة السياسية بشكل فعلي، على أنه سوري يقود فصيلا ثوريا يسعى للتغيير ولا يريد إقامة أي دولة أو إمارة إسلامية في سوريا. ومع انطلاق التحالف الدولي لمحاربة داعش والإرهاب في سوريا، نفذت قوات التحالف عدة عمليات ضد الجولاني وعناصره، وقتل في غارات جوية عدة قيادات بارزة في الجبهة أو النصرة سابقا. في وقت بات الجولاني يحاول نفض تبعية تنظيمه للقاعدة والإرهاب، فبات يتمركز في محافظة إدلب تحديدا وبعض من مناطق أرياف حلب، ومن هناك انطلق ببسط سيطرته الفعلية على كامل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. ففي عام 2017 أعلن عن تشكيل جديد حمل اسم هيئة تحرير الشام، وضم فصائل عدة منها حركة نور الدين الزنكي وجيش الأحرار. تنازل الجولاني في بداية التأسيس عن قيادة التشكيل لصالح هاشم الشيخ أبو جابر، وتسلم هو القيادة العسكرية للتشكيل، لكنه سرعان ما عاد ليصبح القائد العام لهيئة تحرير الشام بعدما استقال أبو جابر وترك الساحة فارغة أمام الجولاني. عمل الدمج والتشكيل شابته الكثير من الانتقادات، حيث وصفه البعض بعملية تحمل الكثير من المراوغة من الجولاني الذي أجبر الفصائل التي انضمت للهيئة على حل نفسها في وقت حافظ هو على قيادة تنظيمه ولم يغير في تشكيلاته كثيرا، وبقي الفرع الأساسي لجبهة النصرة المسيطر الفعلي على التكتل الجديد. من التطرف إلى الدولة. على الرغم من نفي الجولاني لطموحه وتنظيمه بإنشاء دولة أو إمارة في إدلب السورية، لكن ما نفذته الهيئة على مدار سنوات عكس واقعا مغايرا تماما. فقد عملت الهيئة على تطوير نظام خاص بها بحيث يصبح ذلك النظام دولة تحكم مناطق الشمال السورية، وتصبح بذلك تحت سيطرة الهيئة أمنيا واجتماعيا. وتكرر ظهور الجولاني بخطابات عدة
حتى أعلن عن تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، والتي باتت الذراع السياسي لهيئة تحرير الشام والحاكمة لمناطق سيطرته بمختلف مجالات الحياة. تزامناً مع ذلك، طرح الجولاني أفكاراً جديدة ومختلفة، مثل تركيز الهيئة على وضع خطط جديدة للمنطقة، واقتراحه ربط الأراضي التي يسيطر عليها بالعالم الخارجي، ما يعني ربط نظام الهيئة الاقتصادي بالاقتصاد العالمي. قال الجولاني إن الهدف من ذلك تحسين المستوى المعيشي للسكان وتمكينهم من حماية أنفسهم أمام هجمات النظام السوري. لكن من جانب آخر، يرى البعض أن الهدف الرئيسي من ذلك هو محاولة الجولاني أن يقبل المجتمع الدولي بالهيئة كممثل عن السوريين والمنطقة، ونزع تهمة التطرف والإرهاب عنها. وتعزيزاً لذلك، انتقل الجولاني من محاربة النظام السوري إلى محاربة فصائل محسوبة على أنها تعارض النظام. في عام 2020 توقف القتال فعلياً مع قوات النظام، لكن الجولاني وتنظيمه وجهوا سلاحهم نحو هدف جديد، وهو ما يمكن أن يسمى بالمنافسين المحتملين الذين يخشى الجولاني من صعودهم. بداية، شهدت المناطق التي يسيطر عليها الجولاني اشتباكات ونزاعات عدة مع خلايا تابعة لتنظيم داعش، ثم وجه نيرانه نحو جماعة حراس الدين، والتي تشكلت من مجموعة من قيادات جبهة النصرة السابقين الذين قرروا الانفصال عنها بعد فك ارتباطهم بالقاعدة وتشكيل الجماعة لتكون فرعا للقاعدة في سوريا. ثم حارب جماعة غرباء، والتي تتكون من مجموعة من الأجانب، وبعدها جماعة جند الشام وغيرهم، حتى فرض الجولاني سيطرته الكلية على المنطقة. في ذات الوقت تصاعدت هجمات خلايا تنظيم داعش، وبفضل قوة وسيطرة هيئة الجولاني على المنطقة تمكن من إخماد أي تمرد ضده. وغالباً ما كانت المواجهات توصف بأنها أشبه بالحرب على جماعات متطرفة إرهابية. حاول الجولاني من خلال تلك المواجهات والاشتباكات إظهار دور له وللهيئة على أنها حركة سورية وطنية تحارب التطرف والإرهاب كما تفعل كل الدول وحتى الدول المجاورة، وتعلن عن نفسها كحليف وارد لأي دولة تريد التدخل في سوريا لمحاربة الإرهاب. فقد حاولت الهيئة من خلال التدخل في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل التابعة لتركيا الحصول على بعض الامتيازات من تركيا، أو حتى وضع طريق لمواصلة الاتصال بين الطرفين، وهو ما قد تكون قد نجحت فيه جزئيا، حيث باتت تركيا تتعامل مع الهيئة على أنها جهة يمكن أن تكون حليفة مستقبلاً. في الوقت ذاته سار الجولاني بخط دعائي مختلف عما كانت تروج له فصائل متطرفة مثل القاعدة وداعش، حيث أسست الهيئة منصة إباء الإعلامية، والتي تحولت للناطقة باسم المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، وروجت بشكل مباشر للحياة اليومية في المدن والقرى وحتى للمواقع الأثرية والسياحية في المنطقة، وخصصت نشرات جوية ورياضية وغيرها لم تكن تحدث من قبل على وسائل إعلام الفصائل الإسلامية بشكل عام. كل هذا لم يغير من وجهة نظر المجتمع الدولي والغرب خصوصا حول الجولاني وفصيله، فحتى اليوم لا ترى الدول الغربية الجولانية كحليف متوقع لها في سوريا، ولا حتى طرف يمكن الوثوق به مستقبلا في الحرب ضد أي من الأطراف، في وقت يستمر الجولاني بمحاولاته دون هوادة. لكن في قلب الهيئة التي يديرها لا تزال الكثير من تفاصيل وأفكار القاعدة، حيث لا يزال الاعتقال التعسفي والتعذيب بالسجون ومنع حرية الرأي والتعبير وحتى التحكم الاقتصادي بالمنطقة، مع فرض صلاحيات كاملة لما يسمى بالعناصر الأمنية بالقتل والاعتقال وغير ذلك. وفي الوقت ذاته لا يزال الكثير من عناصر القاعدة الأجانب يحتضنهم الجولاني في مناطق سيطرته ويؤمن لهم الحماية اللازمة، ما يؤكد أن العلاقة لا تزال موجودة مع التنظيم الأم، وأن مسيرة الجولاني التي تقلبت من الخفاء للعلن ومن التطرف إلى السياسة والاقتصاد
لا تزال تحتاج الكثير لتثبت تحولها، ويبقى الجواب النهائي بيد السوريين الذين عايشوا الجولانية باللثام وبدونه، وشهدوا قمعه بكل الأشكال والأوجه.